السلام عليكم ورحمة الله. لما نزل قول الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال رجل من المسلمين: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فنزل قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فوجبت على المؤمنين المتقين وللمطلقات على أزواجهن متاع، والمتاع هو ما ينتفع به ويستفاد من طعام وكسوة وجارية ونفقة وغير ذلك. ولا بد للمتعة أن تكون بالمعروف، أي على الوجه المستحسن شرعا، وبحسب ما يقتضيه العرف لمثلها على مثله. ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار حال المطلق يسرا أو عسرا. ونفقة المتعة تختلف من بلد إلى أخرى، لأن العلماء الأجلاء والفقهاء اختلفوا في نفقة المتعة على 6 أقوال، فيكون الحكم في كل بلد المذهب الفقهي المتبع وقانون الأحوال الشرعية المطبق في هذه البلد. ففي مصر مثلا تقدر نفقة المتعة بنفقة 2 سنين على الأقل، وقد تزيد، وتحتسب غالبا 25%، أي ربع مرتب الزوج المطلق. بينما نجد في بلاد أخرى كسوريا نفقة المتعة لا تزيد عن 1 سنة، وفي نفقة المتعة تطيب وجبر لخاطر المرأة المطلقة وأداء لبعض حقوقها حقا واجبا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه. قال القاضي شريح لرجل فارق امرأته: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين. جزاكم الله خيرا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.